أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الشرقية للعام المالي الحالي 2023-2024. أشارت الوزارة إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية بما يعود بالنفع على الإنسان الذي يمثل محور التنمية. وأوضحت أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 419 مشروعاً وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية في خطة عام 2023-2024 تبلغ نحو 7 مليارات و600 مليون جنيه.